رسالة خلي أوجهها لمحمد قاسم إذا تسمح لي نبيل. تمام. يعني أنا أريد أقول له أنه أنت لاعب كبير، وأنا من الناس اللي معجبين به، سواء كان في بداية ظهوره وحتى مع الأندية. من يكون مباراة فيها محمد قاسم يعجبني أباوع عليه، لأن يمتلك كثير من المميزات ما موجودة بأي لاعب بالدوري العراقي لحد الآن. يمكن هو وقوقية اللاعبين الوحيدين اللي يمتلكون يعني جرأة الدخول على اللاعبين والمراوغة وجها لوجه وتعدي اكثر من لاعب وتسديد من خارج منطقه الجزاء. وهذه الامور يجب علينا انه ندعمها احنا كفنيين وكاتحاد وكجمهور وكادارات انديه وكمدربين. هذول الخامات ما يطلعون كل سنه، هذول كل 10 سنين يطلعون واحد اثنين من عندهم، يطلعون لاعبين جيدين لكن ما يطلعون لاعبين موهوبين. لذلك اقول له انسى شو الوضع اللي يصير بالسوشيال ميديا، انسى الانتقادات اللي الغير مجدية، ركز بتدريبك، استقر مع نادي على الأقل موسم أو موسمين، لأن أنت لديك الكثير أن تقدمه. لا تفكر بالمادة، أنت خلال سنتين إذا تعمل بشكل صحيح راح تحصل عقد على مستوى عالي. عودتك للمنتخب ترى مسألة وقت، إذا ما استقر مستواك ونفسيتك استقرت لا تفكر مدرب يطلعك من لعبة يرجعك من لعبة، هذه قرارات مدرب ولازم تحترمها. وبالتالي احنا كنا داعمين لك، أنا شخصياً والاخ نبيل وكثير من الاعلاميين اعرف ما حد تجرأ وتحدث عليك بسوء، لكن هم مقهورين لما تمر عليه في الوقت الحالي. تمام كابتن، انا طبعا جدا اشكرك وسعيد وياك، ودائما ان انت تكون ببعدك حتى المتلقي يستفاد كثير. شكرا لك كابتن. اتشرف يا دكتور. وقبل الختام، انت جيت للبصره وشاهدتها وبعد غياب طويل، اكو نيه بالعمل بالدوري العراقي كأركان نجيب، محلل، مدرب، مساعد مدرب، لو ماكو هذا التفكير؟ لا حقيقة يعني هذا غايتي، وتعرف أنا بعد ما اعتزلت أخذت كل الشهادات واتجهت للتدريب مع النادي الفيصلي، وصرت مشرف وصرت مسؤول عن فئة 18 و16 بالنادي، ووقعت أكثر من 5 لاعبين للفريق الأول، ولاعبين من عندي طلعوا للاحتراف، ولاعب راح لليونان مباشرة. وبالتالي عملي الفني هو متعتي حقيقة، تواجدي على مستوى التحليل هو يعني خلينا نقول مؤقت بسبب الوضع اللي دامر عليه بالتزاماتي العائلية وعملية انتقال عائلتي من دولة إلى دولة، وبالتالي أكيد أفكر بالعودة إلى بلدي أو في أي مكان تحصل فيه الفرصة المناسبة اللي أقدر أعمل بها وأوصل أفكاري بشكل صحيح. تمام.